صحيح. فدائما يتحسر على مفاته، والرزق يعني هو الحقيقة، هو دائما الشيء اللي مهما نصحت الناس ما ينتصحون. نعم. أبو نواف عن الرزق، هذا طال عمرك في هاك الرجال اللي من أهل الغربية بيشتهن تميس هو ذاك اليوم. جميل. المهم طال عمرك ويروح لم حق التميس وياخذ التميس وياكل، يغط في الشاهي وياكل عنده. يا سلام. المهم يوم انه خلص وتنشب هاك السمسم في سنه، حبه سمسم صغيره نشبت في سنه، وياخذ العود ويطلعها. ها. يوم طلعها وتطيح. يوم طاحت وتجي ذيك النمله تطلع من مكانها على حبه السمسم. الله. وتاخذها وترجع. هو يشوف. لا اله الا الله. قال سبحان الله العظيم، حبه هالسمسم هذه ما كتبها الله لي، كاتبها الله لهالنمله هذه. الله اكبر. فكل شيء مكتوب لك، ما يحتاج لا تروح تطامر اي شيء مو بلك. الحين هالبرتقاله اللي جايته من مصر مثلا، اي ولا جايته من اسبانيا، ها يرعونها ويناظرونها لك سنتين كامله، ها ويحطونها في قرتون ويعطونك اياها عشان تاكلها انت، كاتبها الله لك انت باسمك وسمادها سلمك الله، مجيوب من وين؟ مجيوب من روسيا. ايوه. علشانك انت، هذا رزق من الله سايق الله لك. يعني هي وهي في شجرتها لك، وهي في شجرتها لك، وراعي الحراثة هي حارث لك. اسلم. ايوه. فعلا هذا شيء، هذه نظرة جديدة يا ابو نواف ما شاء الله عليك. هذا صحيح. يعني هم حرثوا. نعم. وبذروا وشاروا وشارين لك السماد من روسيا. وشارين لك السماد من روسيا. ومجيوب لك عبر البحر الاسود. ومجلوبتهم في بواخر. ايه في بواخر. ومنزلتهم في الميناء. ايه. ومارت مع مضيق البسفور من تركيا من هناك. ها. راحت لاسبانيا لك انت. سبحان الله. وجات هنا. وجت لك انت. واستقبلت. وجا حق الجمارك وصرح لها تدخل. طيب. ودخلت. ها. وجا حق النقل وانقلها. ها. وجابها لك هنا في سبع دقيقه هنا. وخذتها انت لك. وتركت الكرتون الثاني. تبي اللي لك، اللي مكتوب لك. وانت تزلف ما تدري انت. تزلف في هذه ولا في هذه، قلت اعطنا هذه. مكتوبت لك. الله اكبر. الله اكبر. لا حيلة في الرزق. لا حيلة في الرزق. لكن المنظور هذا الجديد يا ابو نواف الحقيقة منظور جديد.